الصين تريد تحاول أن تنقل صناعتها وتحولك إلى مصير مشترك، مصيرك ومصيرها مشترك. لذلك سموه النظام العالم الجديد الذي أطلق الرئيس الصيني. وأنا نصيحة لكل أخ غيور على العراق يروح يستمع إلى الكلمة اللي ألقاها الرئيس تشي جين بينغ بالقمة، يتكلم عن تبادل للعملة، تبادل للعملة المحلية، وأطلق نظام جديد للعملة اللي هو نظام اسمه CITS غير سويفت الأمريكي، في محاولة لتجاوز سلطة الدولار الأمريكي. هذا بعدين يا سيد كريم، هنا تتذكر احنا من جيل واحد في مرحلة من المراحل لما نشأت الرأسمالية وكان هنالك استعمار، ارتبطت هذه العجلة بعجلة الاقتصاد الرأسمالي. الآن من الذي يضمن أن العالم الصين تريد أن تربطه بالكامل بالاقتصاد الصيني؟ إذا ما فكر هم المشكلة حاجة صينية أستاذ نجم، هي حاجة صينية وليست عراقية. إحنا محظوظين، العراق محظوظ لأن وقع في الثلاث طرق الرئيسية مالت الصين. لذلك السفير الصيني في بغداد يقول العراق لؤلؤة الحرير اللامعة، هاي قالها قبل أسبوعين. زين، وعندي من الأدلة ما يكفي أن العراق هو يقع في قلبه، البلد الوحيد اللي يتم دعوته من قبل الحكومة الصينية والعراق وباكستان. زين، والمشروع اللي طرحه رئيس الوزراء العبادي مشروع على كل عراقي غيور أن يسمعه. أنا أكثر من مرة طلعته يسمعه ويركز على الجمل اللي موجودة به، أن تحول العراق إلى منطقة صناعية الصين. فمش يكون أنت المصير المشترك أنه أبنائنا جاي يشتغلون بأموالنا. بالمناسبة العراق مو فقير، من هو باكستان ولا دول أوروآسيا ولا أي دولة أخرى، إحنا أغنى من السعودية، لدينا ثروة بشرية ولدينا ثروات أخرى كلش كثيرة، وبالتالي تحويل ثرواتنا الآن إلى أن نشتغل بها، أن ما نبيع النفط خام، نحولها إلى بتروكيماويات، أن نحول الزجاج إلى متسعات، أن نحول الصحراء هاي إلى منطقة زراعية، نتحول إلى سلة الغذاء، أن نتحول إلى دولة لها علاقة بالكهرباء وصناعة الكهرباء صناعة. إذا تسمح لي أستاذ نجم أسمعك السيد العبادي ماذا قال، خلي المشاهد يسمعه. وهذا الحكي 2015، لو أن العراق التحق 2015 أقسم أن وجه العراق كان تغير، كان تغير كلنا معامل وانتهينا، الآن تحولنا إلى الاقتصاد المتعدد الموارد.